خلينا ما نطول عليكم أكثر من هيك ونبدأ مع بعض بأولى فقرات حلقتنا لليوم. مثل ما حكينا بداية الحلقة اليوم الأجواء أصبحت نوعا ما مستقرة وما في أي أمطار، ولكن نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معنا الزميل محمد الشاكر. صباح الخير محمد. أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا. صباح الخير سالي، صباح الخير لكم جميعا. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. تستقر الأجواء إجمال النهار هذا اليوم، طبعا صقيع واسع النطاق يؤثر على المملكة، لكن يتوقع أن يتلاشى درجين خلال ساعات النهار. الأجواء تكون اليوم باردة ودرجات الحرارة تبقى أقل من المعدلات المعتادة مثل هذا الوقت من العام بعدة درجات، لكن بالرغم من هذا الطقس البارد إلا أن الطقس سيكون مستقرا عموما مع ظهور بعض السحب والغيوم، ودرجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 10 درجات مئوية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. سنبدأها شمالا من إربد تكون 11-5، جرش 12-7، عجلون 10-6، وفي المفرق من 12-5 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة 10-5، السلط 11-6، مأدبة 12-6، البحر الميت 19-12، وفي الزرقاء من 13-7 درجات مئوية. أما المناطق الجنوبية في الكرك 11-5، الطفيلة 9-6 درجات، معان 12-4، جبال الشرع من 8-2، وفي العقبة من 21-14 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشة 13-6، في الصفاوي 13-5، وفي الأزرق من 14-8 درجات مئوية. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية للمملكة لنهار هذا اليوم. يعني المزيد عبر النشرة الجوية الأسبوعية لتوقعات هذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.